كما شفتوها كانت مباراه جميله جيده، اللاعبين قدموا مستوى طيب، كاين عندهم الافضل لانه تعرفوا ما المجموعه اللي دخلت من البدايه مع فرنسا لعبات مع بعضها تمروا يمكن ثلاث ايام، المستقبل ديال كره القدم المغربيه تنظن بخير، احتياط ولا عندنا احتياط، غيبقى اننا كان يمكننا نسجلوا اهداف كثيره في الشوط الاول على الاقل واحد هدفين ولا ثلاث، ما سجلناهم، الشوط الثاني استطعنا نسجلوا، تنظن بانه العمل تنتظرنا كبير، والمستقبل ديال المنتخب المغربي تنظن في اي فايدي امنه بحكم تواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب، نتمنوا من الله ان المستقبل الجاي والمباراه الجايه يكون مستوى احسن، مجهود احسن احسن. شكرا. اشرف اشرف اشرف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.